الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، سعيد بن زيد: اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا. سعيد به بوحي كد عيسانا يا إلهي وهدي خير كان أظن ما أنت إيه عالفين oo ilaahay aanu ii qadarin allow yaanu wiilkaygu seegin. Munaasabada uu Zayd hadalka uu ku yiri, goorta uu yiri way noo iman doontaa. Saxaabiga maanta aanu ka hadlaynay wuxuu ku jiraa 10-kii jannada lagu bishaareeyay. Waqafa Zayd ibn Camr ibn Nufayl baciidan can zaxmati annaasi يشهد قريشا وهي تحتفل بعيد من أعيادها. أهم كوكو برارجين لها قصة بلو جيدة سعيد لقى مهد للدوني وحال لقى مهد للدوني زيد وآه سعيد أبيه هل كأي قصة تصب بالله بتين كدي بان قد عدي عدونا حقا إيوه سعيد مركز زيد من عمر وآه سحابي كمان تأهن كهل للدوني أبيه وحال أبيه جري زيد ابن عمر ابن نفيل وسحابي كان أبيه وي أيام ما لما ما هكمي ده ضدك أي مال فك إشتاي يدو الزحمة فربضا أي جستو حمر كا مال فك وكالضاواني وكلا الصعداء قريش أود بالدقي سعيد عيده هذا كمي ده فرأى الرجال يعتجرون العمائم السندسية الغالية فأرك الرجاء أو صاحر تي عمامتها سندس كأه حرير تتيدا جلعن قالقة ويختالون بالبرود اليمنية الثمينة إذن مر كان كو حرقون يم دركا در قالية أو يمن مركا لغا كانو مروينك اللي حرته وها مركا أو قاليها كو لغا كان حق يمن وأبصر النساء والولدان وقد لبسوا زاهي الثياب وبديع الحلل فحكى أم بغضي دمركي يعرورتي وصاحر تلر كان أوقرح بضن وبديع الحلل وبديع الحلل وحل وحي لا يسكو قرحن لها وذهب إقالنا إذا مركا دمركون أي صاحرتين ونظر إلى الأنعام يقودها المسيرون وحكى أركيه حواله جيلي أري لودي وضدك حواله له دقن مركا أي كحيسانيان بعد أن حلوها بأنواع الزينة اللي يذبحوها بين أيدي الأوثان. طبعا حوالها أنا وحي أسو حيران وحال لوح الوقور حين لها وحال لوح الوقور حين لها بي حواله أسو حيران وحاصل لن مركا حفلة دا دار كيسيد يدك ديكتا ماشاكا سعوتاي وحي أسو عضان إن حوالها لقورعه أو لو قورع أصنام تلو قورع. مركز زيد بن عمر بن نفيل وهو كهل يا مشهد أما با دعضو ولكل مي انتو نولا وإسلام ككهر ضد يو أسو لبستي يسوسو قرحي زينة تن او قرح ضبضان يقف وحيران لها سو حرتي ودمان ضد الدنيا ماشي يعني كم مقنين لكن حال الله صعدا إنسانا لو عبده. فوقف مسندا ظهره إلى جدار الكعبة وقال كدب وحكوسا دعسضي ودبر كيسا ساو ساري كعبة درب كيذا جدار كيذا مركز سوحر يا معشر قريش والقريشي الشاة خلقها الله رذا آد أقور عيسان إلهي سكذي وأصنام تأقور عيسان هرت إله بأبور وهو الذي أنزل لها المطر من السماء فرويت إله بان أسو دجي وصمد الراب وغسو دجي بيو وغسو دجي ويوضن مركة هلكا أي كعبتي وكع كناتي وأنبت لها العشب من الأرض فشبعت وحن أي داقيسو أي عوس كان أي داقيسان إلهي سبحانه وتعالى روك وغسو صاري ثم تذبحونها على غير اسمه يدو إلهي وأبوري
oo ilaahay saa markaa baadkeeda uu siiyey oo ilaahay uu quudiyey, miyaad u gowracaysaan cidan ilaahay subxaanahu wa tacaala ahayn? Inii araakum qawman tajhaluun, dad waxba kala garanay inaad tihiin baa ii muuqata. Faqaama ilayhi camuhu alkhataab, halka marka waxaa joogay Saciid ibn Zayd, waxa adeeru ah alkhataab, khataabna waa waalidu Cumar bn Khataab. Marka alkhataab camu Zayd waalidu Cumar bn Khataab. Marka Khataab Cumar buu dhalay, ninka kan wuxuu u yahay adeer buu yahay. Falatama, markaasuu dhirbaxay la qasiyey, waxaa xanaaqaya oo furka tuurtay, wa Cumar bn Khataab aabihii oo Zayd marka adeer u ah. Markaasuu ku yidhi tabban lak ma zilna nasmacu minka hada albadaa wanaxtamiluhu, waqaad hoogtide, intaasaan kaa maqlayna hadalka kan ee aada u liita, waana ku dulqaadanayna anigu. Yacni hadal aad iyo aad u safiha oo aan caqli lahayn baa halka ka sheegaysaa buu. Xata nafida sabruna, waan kuu sabarnay ilaa sabarkii uu naga tegey. Uma aqra bihi sufahaa qawmi fa aaduuh, markaasuu makastii tolka ayuu kusoo diray caruur iyo adooma, wuxuu yidhi ninkan shaqo ka qabta. Markaasay dhib mariyeen, walajahu fi iidaa'ihi, dhibkiisana inta ay adiyadeen karaanna waa ay adiyadeen. Xataa nazaxa can makkata waltajaa ilaa jabali xara, kadib markii dhibkoodu u adkaysan waayey buu isaga dhaqaaqay maka, markaas wuxuu aaday buurtii xira. Fawakala bihi alkhataabu taa'ifata min shabaabi quraysh, halkaa lagagama harinay ninkii khataaba adeerkii ahaa. Wuxuu kadib haddana uu yiri rag buu u wakiishay, wuxuu yiri ninkan shaqada ka qabta oo ii ilaaliya, liyaxuluu duunahu wa duuna dukhuuli makka fakana laa yadkhulha ila sirran, wuxuu yiri halkaa iyo qaar buurta xira yuusan ii soo dhaafin, yuusan meeshan soo gelin. Marka waxaa dhacday Zayd ibn Camar ibn Nufayl markii laga saaray ama laga musaafiriyey haka ay daakhil maka oo xira iska aaday, si dhuumaala ayuu kusoo geli jiray maka almukarama, maxaa yeelay rag baa korka weydaysanaya oo lala socda. Markuu is yiraahda maka soo gal, waa lagu dhageeya, wuu fogaada marka. Marka maxay ka celinayaan, liyaxuluu duunahu wa duuna dukhuuli maka, si ay u kala ilaaliyaan isaga maka inuu soo galo. Fakaana laa yadkhulha ila siran, si qarsoodiya mooyaane ma soo geli jirin. Uma na Zayd bn Camar bn Nufayl, ninka la leeyahay, ijtamaca fi gaflatin min quraysh ila kulli min waraqati bin Nawfal wa cabdillaahi bin jaxsh wa cuhmaan bn xaarith wa umaymata binti cabdilmutalib camati muxamadi bn cabdillah wa jacaluu yatadaakaruun ma gariqat fihi alcarab min aldalaal. Kadibna Zayd bn Camar wuxuu kulan si qarsoodiya ula yeeshay dadka kale ah, kow waraqa ibn Nawfal ninka lagu magacaabo, oo runtii Khadiija bint Khuwayli in adeerkeed ahaa, sida marka taariikhda aad la socotaan. Wuxuu kaloo la kulmay Cabdullaahi ibn Jaxsh buu la kulmay, oo taariikhdiisa aad soo marteen. Wuxuu kaloo la kulmay Cuhmaan ibn Xaarith, wuxuu kaloo la kulmay Umayma bint Cabdilmutalib oo nebiga eedadii ah. Intoodii markii shir degdega u qabtay oo qarsoodiya, wa jacaluu yatadaakaruun, markaasi waxay bilaabeen inay ka sheekeeyaan maa gariqat fiihi alcarab min aldalaali, waxay carabu ku dhex jirto oo ay dhex tiinbatay oo baadi ah. Yani macnaa waxa maanta waxaan loo adkaysan karin. Marka ninkan weli diinna ma soo gaarin, nebi Maxamed bicthadiisina lama gaarin, nebi Maxamedna lama soo saarin, laakiin sidiisa buu xag rabbi waa nin ka ilhaamsan, wuxuu salugsan yahay ilaahay geyrkii in la caabudo, oo asnaamta tirada badan kacbada in la keeno wax loo gowraco, taasuu diidan. Faqaala Zaydu liasxaabihi, isagoo la hadlay wuxuu ku yidhi innakum wallahi la taclamuuna anna qawmakum laysuu calaa shay, aad waa ogtihiin dadow waxaan isugu kiin yeera wax kale maaha, tolka aad ka dhalateen horta xooma haystan, wa annahum akhtau diina ibraahima, wax khaalafuu diin lagu magacaabo diin ibraahim baa jirtay oo iyadoo tawxiid ku salaysan, diintiina waa ay gafeen waanay khilaafeen. Fabtaguu lianfusikum diinan tadiinuuna bihi in kuntum tarumuuna annajaata, haddaba waxaan kula talin lahaa haddaba diin kale raadsada aana diintan ahayn, haddaad rabtaan inaad badbaadaan. Marka ninka kan waxaa aad moodaa inay usoo horreysay diin tawxiida oo diintii nebi Ciise calayhi salaatu wasalaam inuu wax ka maqlay, waxaa laga yaabaa inuu tii nebi Muuse wax ka maqlay. Diin Ibraahim markaa maqashin waxaa laysku dhahaa waa diinta yahuudiyada, oo nebi Muusa
ايتي المسيحيه اي نبي عيسى ايتي نبي محمد وي مركا صدح دودبا وحا الهي سبحانه وتعالى وكيل ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين مركا تاسا لغو مغعابا دين ابراهيم انك سو يهود اي بدلن جوديزم كو اي كفغاده انك سو كريستيانيتي انا يعني شقق لها لكن عده دين ابراهيم سدا اي تاو هي ستاو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين في سورة آل عمران الضبع. فهؤلاء الأربعة أما فهب هؤلاء الأربعة أو فهب هؤلاء الأربعة إلى الأخبار أو إلى الإحبار من اليهود والنصارى فهب الرجال الأربعة عنده أفر تانين مركي وركة عن مقلين مركي بحق دقاقين إلى الأحبار من اليهود والنصارى وغيره من أصحاب الملل إن وحي آذين حق إيه علماء اليهود يكوي مسيحيين تا ديمها كال يكوى كالو ديمها كالا هيستا يلتمسون عندهم الحنفية دين إبراهيم يقول رادين دين تي توس نيل دين إبراهيم لغو مقعب إلا هذا كان محاو سوق قد بيه وحسوق قد زيد زيد با دين تنسلوغي وإسكال لحركي دين صحينا أنا أهين بو مركا أركي مركي ويتيب سبوك بحيي لاتكون مركا وحاو دقاقين حقا إيني معرتا بادي قوبان دين تي سحل هالكي قدام بيش مري يهود أوتاقان يمر النصارى وتجان مرك يدك ديمك هيستوى وتجان أما ورقة بن نوفل نيكي ورقةها وقد جاء إن أدير كيدها فتنصر إصارة نصرانية ورقة بن نوفل في حديث البخاري وأنك مركي وحي وسود جاي ذهبت به خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه وتين النبي أجيس أي تري بل نكان ورئيس أمركو ورئيس كدي بير والله محمد هو حضرت مد يوحي ولي مد عيسى إيو لم يشكات واحد هل مال بيكي مالين وأنك ألقى شعرا طويلا لجدت وكنت في الذكرى لجوجا لهم من طالما بعث النشيجة وصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظار يا خديجة في شعر طويل بوليه وليه وحن جعلان لها إن وقت يس أن جوجا أن كوجر جارو ومركولية ومخرجية هم يا ولي رسولك صلى الله عليه وسلم وقصة طويلة في السيرة وأما عبد الله بن جحش نيك لغم عربه وعثمان بن حارث فلم يصل إلى شيء وهو أسوأ بحواية وأما زيد بن عمرو بن فيس وأما فكان له قصة زيد بن عمرو مركة قصة هلك كسو مركة كسو راستي فلندع له الكلام اللي يرويها لنا بل هذا كيسان أدينا نسو مركة نوغ أخبارتي نوغ ورمو ولي وحن كل حجرنا زيد ابن عمر ابن نوفي الوالد سعيد ولي سعيد قسيس إنك ما ينعم طبعا لكن إنك إلا عند الرفانية مر البابا ديدية وحا كماشة كجرة أولا لهم وضع كعضون كان وضع وإساق قال زيد بن عمر وهاد اللي يقول وقفت على اليهودية والنصرانية وحان أن دول إشتاقي لبنان دين يهودية إيتي النصرانية فعرضت عنهما فكجي السبيل وإي عمتمي وين إذ لم أجد فيهما ما أطمئن إليه ديمها مركان دبق عليه وح قلبي كد جو أن كحس الهرتوان كواي وجعلت أضرب في الآفاق بحثا عن ملة إبراهيم حتى صرت إلى بلاد الشام كذي من السفر بان قليب يري أنا الرادين نبي إبراهيم دينتي سميد أيته كذي ما حكى عبد الحق قال لك الشام فذكر لي راهب عنده علم من الكتاب كذي ما حلقيت المامور إيش أجي من راهبة وعالم دين هذا قولي رنيك كان أقام بولي هاي وحوي قان فأتيته فقصصت عليه أمري من كمان أنت أتقي من أرنك وجورم فقال لي أراك تريد دين إبراهيم يا أخا مكة وحائم قتب إنك باريس دين إبراهيم نيه رام مكة قلت نعم ها ذاك ما أبغي أنت سن ربابي فقال مركز إيجوري إنك تطلب دينا لا يوجد اليوم ونيو ما أنت واحد بعد جاب وجدت دين أنا ما أنت جرين دين إبراهيم ما بجربي ولكن إلحق ببلدك كل الله بهلك هتكتم ضم مكة فإن الله يبعث من قومك من يجدد أمر دينك فإن الله يبعث من قومك من يجدد دين إبراهيم إلهي بقولك صو صار الدونا أرام مكة أطلق أقولك إلهي كصو صار الدونا قف دينتي إبراهيم عصبانيسية فإذا أدركته فلتزمه منك هداد هل يشدنا بمعنى سيته أقولك الضبا منك الرهيب كأه علم من الكتاب هاي ستاي رنتي وحي لهذا دين إبراهيم قال الرعان كو فرتك وقفق مكة مرهم بي لكن
maadaama diinta isbeddel uu ku yimid iyada oo nadiif ah waxaa la iman doon nebi ibraahim nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Haddaba halka aad faqafala zaydu raajican ilaa maka, oo uu soo laabtay isagoo maka kusoo laabanaya, yaxuthu alkhuta iltimaasa linabiy almawcuud, isagoo aad aad u degdegaya oo markaa raadinaya nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam, oo ah nebiga markaa ilaahay u ballan qaada. Walamaa kaana fii bacdi ariiqihi, intuu waddada marayay kusii jiray, bacث الله نبيه محمدا بدين الهدى والحق, وأتى إله سبحانه وتعالى وصوصا نبي محمد نبي 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 قال بالله صلى الله عليه وسلم ودينك هنونك حق إله الله صوصار. لكن زيدا لم يدركه, لكن نسيب ضره زيد نيك اللي هي لم وصل كل من نبي صلى الله عليه وسلم, إذ خرجت عليه جماعة من العرب فقتلته قبل أن يبلغ مكة. وحقصه حي نمن بدوءه isagoo safarka ku jira, waddadii bay jidgooya lagu sameeyey, waddadii baa loo galay, halkaasaa lagu dilay. Marka ninka la dilay waa Saciid aabihi. Fa qatalatu qabla an yabluga maka wa taktaxila caynahu biru'yati rasuulillah sal allahu calayhi wasalam, intii indhihiisu aanay ku nuursan oo aanay ku koolan arkitaanka nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam, halkaasuu ku dhintay. Marka intaa wuxuu ordayay maruu nebiga ma la kulmi doonta, laakiin markuu islaa haddaad in yar u jirtaa والله كل مدو أن تولى الدليل. وفيما كان زيد يلفظ أنفاسه الأخيرة, إذا النفط أي كب حيث مركة دقيقه قدام مكة لما رأيه والنفط بحيه, رفع بصره إلى السماء مركة سو سمضة ومركة ساو جيستو إليه سبحانه وتعالى بريء, وقال كلمة دا سيير مركة, اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابن سعيدا. إلى خيرك كان أنا هداد ما أنت إيقهو جيسي وقد إيقا قد يسوان هلي وايه الله ويل كي يانو كقادم وسعيدها. مركة هل كاوي مركة سعيد بن زيد وأه أحد العشرة المبشرين بالجنة قسيس هذا مركة بالله بنيسا انت أوحي مركة دعاء به يا أبي هل جن كي أكجري يبادي قول كي أكجري دين إبراهيم اللي هلو. بالمناسبة انت أنا سيد عدين دين إبراهيم ما انت طبعا ليبك يجري وحوي هاي diintan asal ahaan diin ibraahim waa wax sugan oo judaism-kana asal ahaan way sugan tahay, asal ahaan inay diinta yahuudiyadu ay ahayd asal ahaan, laakiin hadda alternation baa ku dhacay, waa la bedelay. Diinta masiixiga ayadana asal ahaan way sunnaa, laakiin hadda waa la bedelay. Maaha diimihii attaqiineen maaha, maaha diimihii ambiyadu ay la yimaadeen maaha, laakiin diinta nadiifka ah oo waxba aanu iska bedelin oo weli ilaahay u ilaaliyey, inna naxnu nazalna dhikra wa inna lahu lxaafidun, waa diinta nabi maxamed sal allahu calayhi wasalam. Laakiin ayaan darada waxay tahay maanta waxaa jira mawjaad iyo sawaxan runtii oo ascido kala duwan, olola fara badan baa lagu jiraa, oo mashaariic ay wataan nimanka wasaranka ay wataan ameerikaanka durbaanka u ahye, iyagoo leh waxaan rabnaa inaan sameyno wax lagu magacaabo diini ibraahim, macnaa wax hadda la samaynayo oo ay leeyihiin maadaama judaism-ku uu ibraahim u raacsan yahay, christianity-gu nebi ibraahim raacsan yahay, nebi maxamed nebi ibraahim raacsan yahay, saddexdooda waxaan leenahay all religions in one bowl, mashruuc ay dhahaan hal meel baa isugu keenayna. Marka hal meel marka la isugu keeno, marka innagoo dhan marka taasaan raacayna taa, marka maxay ka dhigantahay? Waxay ka dhigan tahay in la yiraahdo nebi maxamed la yiraahdo taada ka tag, kuwa matooda way ka tageen. Marka la milicsado, marka judaism-ku tashriicaad ma laha, legislationada islaamka uu leeyahay kale ma laha, waa qisooyin. Markaad u timaada waa aragtay diinta masiixiga maantana hal iscafiyo peace iyo maba dhaafsiisnaba ma laha, tashriicad ma laha, laakiin diinteena waxay wadataa waa life codki baa meesha ku jira, tashriicii baa ku jira, waxaa ku jira dastuurkii bay wadataa, constitutionkii bay wadataa, ummadda sidii loo maamulahay bay wadataa, siyaasaddii bay wadataa, dhaqaalihii wadataa, waa shay iswata nolol dhan oo part and parcel aan kala go-in, halka qolada kale un meela un laga soo qaatay. Marka la leeyahay marka diini ibraahim aan raacno ama abrahamic faith ay dhahaan, waxay ka dhigan tahay annaga teena aan faraha kala baxno. Marka ujeedku maaha diini ibraahim lasoo nooleeyay, diini ibraahim haddii la rabo nebi maxamed soo nooleeyay, diini ibraahim haddii la rabo qur-aankay ku qoran tahay, diini ibraahim haddii la axaadiitha noo sharxaysa, laakiin diintan ameerikaan uu wato iyo inta isaga xulafada la ah iyo inta islaam wiiqayaasha ah ay wataan ee hadda intay mara cusub noo soo gashteenoo leeyihin nabi kuwa kale halaga tago, tan waa tii laysku markaa majaxaabinayo. Taa marka inagu diyaar umani, waxaan diyaar u nahay, waaban haysana annaga haysana, marka idinkana soo raaca, anittabic millata ibraahim xaniifan wamaa kaana min almushrikiin, sharaca lakum min addiini ma wasaa bihi nuux waladii awxaynaa ilay
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. قرآنك وحا كسو أرور إنتا سو آيضات وأن لقياس كرن عيد دا كبضا كهل دين إبراهيم كل من روح موجنيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم من كل جين مركب حال لنا هاي دين إبراهيم وتنبيك وتن قرآن كان لو قرآن لكن مدا إذنك هذا كادنا لسك وضيضا إيو ما عرفت يكون ليديهم بيشو بيسك وحي أنك الناس جفجفين أنك ديننا معه المهم هالكاسو كل انت زيد ابن عمر ابن نفيل وشاء الله سبحانه إلهي وحضانه مك أن يستجيب دعوة زيد. زيد ما لنكو نف بحي وكو إلهي جعمها أردتي وإلهي أوبري إلهي بعد عليه سأقبل. فما إن قام الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الإسلام حتى كان سعيد بن زيد في طليعة من آمنوا بالله وصدقوا رسالة نبيه. مركو النبي صلى الله عليه وسلم إسلت هاي باقى الدينات أو ذاتك الدين كي إلهي أغب باقي سعيد يحيو كجري ذاتك يغهر موت كأها نمبر ون أها النبي الرمي صلى الله عليه وسلم رسالة لنا سيدتها مركو الرمي ولا غروة هذا وحلا لا يابا معها إنه سعيد ومركيبة ورسالة لنا مرحبا يسيو الدين تي إلهي وصغره محايلة. فقد نشأ سعيد في بيت يستنكر ما كانت عليه قريش من الضلال وحكوصة بربارة قري لقد دي الدنيا هاي بعد ذا أي قريش كنت أغنت إلين أبيه بقى توعيدكو مركا رنتي قلبي أدقنا وربي في حجر في حجر أب عاش حياته ويبحث عن الحق وحلوصة بربارية أما وكوصة قري أبيه دبتي وليه بعد بعد قوب وجر إنه حق أورادي مركا وحاد على إنك هذا على سعيد زيدها وقع وحا أي وضان قريش إنه قرنهين إنه فسادهين إنه دينك بحيهين إنه إلهي والله قري ماذا أي تهي هل كاسو مركا كو سوكر مركا بمعنى ودريمي كرتا أبيه إنه كرد على مشروع وروح أنه ديننا هنا دينك لأن راسلنا أبيه إنه رادين جري مركي أصابح النبي محمد صلى الله عليه وسلم تي وهري مركي رميوها ومات هو يركض لاهثا وراء الحق أبيه زيدها وحود انتي الشقو حقا مركا ساقو قدب ردي ورنتي آدي آد مركا ودالا رادينيه مركا لاهثك وقفك مركا وانتو قردك وكبت وهران هيرا يوي مركا ساسو مركا ورادينيه هبين إيمانين من نصر ولم يسلم سعيد وحده سعيد كلي ما إسلامي وإنما أسلمت معه زوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب وحكى الله إسلامي فاطمة فاطمة الحقيقة هاي وعمر الخطاب ولا شيء مركا إن الدرين تدبال الرضا مركا فاطمة بنت الخطاب خطاب كان وانين كده أبيه لبكا قارسي وي مركا فاطمة بنت الخطاب يوحوض على شيء عمر بن الخطاب مركا هل كان وحصو إسلامي السيء حاسكي سي فاطمة لبدا ذا نحصو النقن دون عمر بن الخطاب إسلام كي سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد لقي الفتاة القرشي من أذى قومه ما كان خليقا أن يفتنه عن دينه ويلك كان مركا لباتدى لباتي رنتي وحي قاسي أما رنتي أي متيستين النقطة لباتة رنتي دين تكوي قلت كلي حين كرت يعني لبكي أبيه اللي قاسي متكبضا بأس نسوه واجه. لكن قريشا بدلا من أن تصرفه عن الإسلام استطاع هو زوجه أن ينتزع منها رجلا من أثقل رجالها وزنا وأجلهم خطرا. لكن هل كي أي قريش أي رنتي إسايا كوي عين له الإسلام كا وحاب إلهي قدر إساقا بأود حقوقي شيء إساقا يزوج ديسي وحا أي قريش كسو لفصدان وأي كلسو وريقين نين آد يادو علوس ورقا وزن كعلوس أه وغونا وينو قطر أهان رنتي آد يادو غبق عمرو خطاب مركا إسلاحين بل سعيد دين كف الناية إساقا إلهي سبحانه وتعالى وحو قدر إنو صوء وغاصده أمو قعانتا كل عمر الخطاب حيث كان سببا في إسلام عمر الخطاب اللي بدأ روح يصابه النقدان عمر الخطاب إنه صار إسلام بس هذا عمر الخطاب إسلام كي سنعد بأولارته ماشي إذا أمدين دوننا. وضع سعيد بن زيد طاقاته الفتية الشابة كلها في خدمة الإسلام من كان سعيدة وحل وحي أود ودن يرنماء وهي ورنب وحي وقلي إسلام كسوح وقضان لها إذ أنه أسلم وسنه لم يتجاوز 20 بعد مركو إسلامي لما تنسى مضاعف فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها مجر قوب والنبي وكذا قال إلا وتاكنا وكقيقات
إلا بدرا مركة لقرا دايركي بدرا ما تيجين. فقد غاب عن ذلك اليوم لأنه كان في مهمة كلفه إياها النبي عليه الصلاة والسلام. مالنكا أو كمغنا أو غوبتا ما وجوجين وحكى لنا ما أنا محايا للنبي هو القدرت مركة ميشن والنبي قدرت إنه يسوف ليكون مشغول سنة مركة مالنكا ما إيمان كلم. وأسهم مع المسلمين في استلال عرش كسرى وتقويض ملك قيصر. دابا المسلمين تروحوا كلا قيب قاتل مركي كرسي كسرى بقر كي لديه جري ايوه تقويض ملك قيصر ايوه بقر تويري قيصر مركي ايدونا البربوريني قيبك اها. وكان له في كل موقعة خاض غمارها المسلمون مواقف غر مشهودة قابل قيب كم مقضوه دقال كي المسلمين تولجوه رنتي وحو لها مواقف آدي أدوي فايسة أو رنتي مرخاتي لغير وأياد بيض محمودة وكلها قعنبو كجيستي. ولعل أروع بطولاته مركة ديب لهم العصادو هل ينمي أموجي تي وسري سوحا كمدة تلك التي سجلها يوم اليرموك دقال كي يرموك تي وتاريخ ده مركة بال دهب وكجا قري. فلنترك له الكلام ليقص علينا طرفا من خير ذلك اليوم أو من خبر ذلك اليوم إساق مركة أدينينا سيو نوغا ورمو مالك يرموك وحكا نعم. طبعا وحاسد الضوبة وقراه وقض المري ماليه يقابيه كالدهنا سعيد من زيد وقبجوغ وكاها إدقاء الذي وعد رضا وموجي لكن وحال ليلي ساعي تايه الدانا مالك يرموك مالك غارو أها وقونية محال دقال يرموك دقال وحكا الدول تاريخ دان هنتي بال دهبا كالقالي مواقفتي سعيد بن زيد أموجي في قصة أم في حديث أو المعركة اللي رموك بحد وبحينا. قال سعيد بن زيد إساق ورمى يوحيد لما كان يوم اليرموك لما كان يوم اليرموك مالنكي يوم اليرموك مركي اللي سوق قارب كنا 24,000 أو نحو من ذلك عدد كي نفع فلا تنكم بانهين بعيدا انت كله. فخرج لنا الروم بعشرين ومائة ألف روم أو عيدا كيسو قارسيزيهم بقل إلا باتن كنا ونصب بحين مركوا مسلمين إلا باتن يأفر كنا يهلا كان أو أه قارسيسا بقل إلا باتن كنا. وأقبل علينا بخطى ثقيلة كأنهم الجبال تحركها أيد خفية ونصب دقاق إيو قوري أدمودد إنا لوكا لوكا كل جيديان أدمودد بورو ومركا رونتي أي بورا لا سور ريحي هاد مدام يعني عيدن كمركو عرم رم نقضه أو آدي وتربطه كر مركا لقى ويسوح حكوم مقنع يا أما وقفك وكفيريو وحوصل بحيسة سيدح المدام سيدي لورع سيو ما أردت وحون عيان ساو وصعد المدام مركو عيدن بور بأم مقدام بيرو ساق قال لقى سور ريحي وصار أمامهم وحاه قامين هرجوا الأساقفة والبطارقة والقسيسون. الأساقفة قدام مقاشد وربضة وقص الرئيسة أعلى ردة في الكهنة لأنها ماشي هاي كادن ماشي بهان ماشي قص الرئيسة بمعنى علماء الدين كذا لقاها البطارقة وأيضا ردة كلا وأن بحال وجه لينوي قفك وإن لا دارته مركب كنيسة للجوجو أو معركة البطارقة ولا دارته السيسون ودرجة الحيسة أسقفك يشمسون كون دحيسو ودرجة كلا ده حيس مرك ضدك هو جامين يب بقولي لو أتنكن وعلماء الدين كيو رم بحر صعد المسيحيين تاها ودرجات كذا كلا دون له درجات كلا دون بيلين وأساقفتي وهالك صعد وبطارقة دي وصعد تا وروح صعد قسيسين يحملون الصلبان وهم يجهرون بالصلوات وحين مرك الستان مع تبكين ويستان بالكروس كين وحرين هاي مرك دعادين ويدل ضل يا مرك. فيرددها الجيش من ورائهم عيدا كنا وحى يرهنا بالمكذب الليهم المسلمين الله أكبر يقول لك هذا وده يوكلم وله هزيم كهزيم الرعد جوحة كبحين حد مودة جوجع عم أدنك أنك بعد مودة سيد مركا أدك كبح إلا بقولي لو أتنكن الرجع ومال يسوي من عيدا هل مر مركي أدك كر وقاضان ودريم كتا بورها حتى سديه إيه كوج ماشة كبحي أدك إنه أدي بغلين جليني دك. فلما رآهم المسلمون على هذه الحال مسلمين تمرخي أركان مركي عينك سأوسو قوري وأد موديد بورها صوصعب هالة كثرتهم وحا آدي أد مسلمين ترنتي آدي أد أول والقلي قولا ذا بدنان توذا
وخالط قلوبهم شيء من خوف بغض النبي سوغش يعني لواتن يفركن يعني لواتن يفركن يبقل إلا واتنكن وهذا اللي نقرم سنة بس ده. عند ذلك حال ده مركي مرش قام أبو عبيدة الجراح صحابي جاب استاي وأنه إمام دونتا يحض المسلمين على القتال يسوي مسلمين ده يالكوكو بابيني وخالط قلوبهم شيء يحث المسلمين على القتال يحض المسلمين على القتال ده. فقال عباد الله أبو عبيدة الله يمرك طبعا أبو عبيدة وأنا صوم مريض عباد الله انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والإله أهي اللي إلهي هيدين هي اللي قمدين أنها سوغاء دقاقة مركة هذا الكاقوبة بدأ وحاله أبو عبيدة ابن الجراح ضيعك مركة ما بالله بدأ. هذا الكوسي والتأويل عباد الله والأضوام هذا الله اصبروا فإن الصبر من جاءكم من الكفر ورقك صدعت كيسة صبركم وروح نار كفر قال نيم اللي قبل بعض ومرضات للرب ربنا لو راضي قليل ومدحضة للعاري ونوحة كدفاع وهي عابة يفور حماء وأشرعوا الرماح ورمها أدوضتان لمنك كوب باقة واستتروا بالتروس عشان ندينا نكون جنبضا والزموا الصمت أفكن حرته آموس إلا من ذكر الله عز وجل في أنفسكم إن الإله حسيسان ميانا وداخل كينك حسيسان حتى أمركم إن شاء الله إلا نمر إن كسيني الضبيعي إذن كيبا مركة هيجن كل الجلي ولا دياري دكتوني ذي قاتن دردارنا لسي وحاكم إذا كو حالي ركو هداد إله هاي أقر قارتين إله وين قر قارين لابو هداد أتكي ستان هلك وحاكا قبت بادي سان كو قال نمدي إله نواد هال دي قلي سين عاب إن سوى قاري سان واد كبت بغا واد مركة كبت بادين قد بك سيد حاد ورمها ساي أي تسيدة أي تاهي إنما كأواء بارا قد بك أفراد إذن قباسي إيقاشان سميست قد بك شانات ومهم سموح ويهي أمن لحاد آموسكو كد ذالة إلا إن أد إلهي حسي سان بيان إلا أمر إني كغي ماد مركو حالة ديدة إلا إسكاهد على الله قال سعيد مركو حليل عند ذلك مركو ماشا مريش خرج رجل من صفوف المسلمين وقال لأبي عبيدة نن مسلمين تكمل سفكي سنتو كصب بحي بوحوا الله لأبي عبيدة عكيل إني أزمعت إني أزمعت أي عزمت وحان قوان صدي على أن أقضي أمري الساعة أني وحان ربا أرن كي إن أن هذا ميل صار إن هذا أنت على أن أموت في هذه الساعة إني أزمعت أي عزمت على أن أقضي أمري الساعة أي على أن أموت هذه الساعة حتى إن أنت ربا قوان كساقات فهل لك من رسالة تبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفرين رسولك يقول لي باسمي الجد أركضت كان روح الرواية في الهدى أن أقول لمن يا لكن وحفرين رسولك يقول لي بس رسولك أنك جارسية فقال أبو عبيدة بروح فيه نعم ها رسولك فرين بر ربعنا هو قدر تقرئه مني ومن المسلمين السلام أنا المسلمين السلام أنا جارسية وتقول له يا رسول الله وحنا كنت رسول الله إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وهي إلهي ونوايبه حقا فرهن ما أنت كهنا أنت جارسية قال سعيد بقصة مركب نور رمي فما أن سمعت كلامه مركان مقلي إنك أسكري يا مسلمين تأ هذا كان أولي هاي جيس نبا ضرنتي كلها ورأيته يمتشق حصامه وأن أركي يستل سيفه سو سيف تساؤل صبحه مركان أركي ويمضي إلى لقاء عداء الله وصان يسود لي إنه عدو مركا وكورك صار حتى اقتحمت على إلى الأرض مركان صان أركي بيلي أيام حمد الله يقول أرك إن أسكتور يعني بمعنى أي رميت بنفسي بشدة على الأرض حتى اقتحمت على الأرض إلى الأرض أرك إن أسكتور ربي وجثوت على ركبتي مركزا الذي لو يوك يشتاق بي وأشرعت رمحي مركزا قاتبي ورنكي وطعنت أول فارس أقبل علينا نيكي يقول رئيس دقال يها نمانك كسعو ذانا روم كان مركي وان لبك تبي انت اللي دخلك مركي سجل بالله هذا الكلام مركان مغلي ولا انك كان رسولك محانك يا جارسيه ودياري هاي انا مركا سامير ودن بيسبيو دولك انت سا اسو دايب ان لو يها كو استاغين وان ديار سبي مركا سانك او هري كو كا سالب ثم وثبت على العدو وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف مركا سان كبو دي بيرينك انت سكله
waxa la wixii baqdanay u jirtay ilaahay markaas ayuu iga saaray rabbi. Fa thara an-nas fi wujuh ar-rum marki muslimiinta intooda kale iyo way soo xambaareen markaas nimankii shab la yiri wama zaalu yuqatiluuna xataa kataba allahu lahum an-nasr dagaalka wuxuu socdo ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu qadaray bi muslimiinta inay markaa guul soo hoyaan oo nimankii ka adkaadaan wa afar la tankun oo u baac dhigtay boqol iyo labaatan kun halkaana markaa ku jibisa dagaalka marka bilowgiisa kow waxaa guubaabi ama dadka guubaabiyey Abu Ubayda. Midda labaad ninka kan muslimiinta ah ee magaciisa lanoo sheegin muhiimna ahayn in la sheego laakiin ah nin runtii jaliil ah markii geesinimada uu muujiyey tii waxay motivation ay ku abuurtay Saciid ibnu Zayd inuu isna markaa go-aan u qaato. Saciid ibnu Zayd marka ciidankii noocan ma si uun u baqaya oo lugaha jiidaya waa ninka dhiirigelinta markaa ku abuura mar dambe. Shahida Saciid ibnu Zayd bacda dalika fatxa Dimashq. Intaa keliya maahin dagaalka Yarmuug sabab u ahaa in marka la guuleysto waxaa kaloo ka dambeeyey markii la furanayay Dimashq uu joogay. Falamma daanat almuslimiina bitaaca jacalahu Abu Ubaydata al-Jarrah waaliyan calayha markii Dimashq ay isdhiibeen ay qoor dhiibteen marka laga adkaado dabcan waa la isdhiibay waxaa waali loogaga dhigay Abu Ubayda isaga liyaadaa barasab halka ka ah fakaana awala man waliya imrata Dimashq min almuslimiin ninkii ugu horreeyey ee ka noqda waali ama barasab ka noqda Dimashq wuxuu ahaa saxaabiga lagu magacaabo maaragtay Abu Ubayda waxaan ka wadaa isaga Saciid ibn Zayd baan ka wadaa jacalahu Abu Ubaydata al-Jarrah waaliyan calayha Abu Ubayda wuxuu ka dhigay ninkii Saciid wuxuu waali uga dhigay Baarasab uga dhigay meesha lagu magacaabo Dimashq ninkii ugu horreeyay ee maamul u qabta Dimashq wuxuu ahaa Saciid ibn Zubayd wa fi zamani bani Umayya markii la soo gaaray waqtiga bani Umayya waqa'at li Saciid ibn Zayd hadithu dhalla ahlu Yathrib yatahadathuna biha zamanan tawilan waxaa timid dhacdo ayaa ku timid ninkii lagu magacaabo Saciid ibn Zayd markii la gaaray waqtigii reer bani Umayya raa madiyoon oo dhan way ka sheekeyn jireen qisaa dhacda marka hadda waxaan ka soo dhammaanay mawaaqiftii kala duwaneyd aakhirkan inuu ku dambeeyey inuu noqdo nin waali ka ah ama baarasaab ka ah xagga iyo Dimashq Madiina Almunawara xilligii reer bani Umaya ay maamulka ay hayeen qisaa dhacday qisadu waxa ay sida soo socota dalika anna Arwa bint Uwais gabar lagu magacaabo bint Arwa bint Uwais زعمت أن سعيد بن زيد قد غصب شيئا من أرضها وضمها إلى أرضه وحي كأن دعوته وشيغتي إن سعيد بن زيد ويدي لول أكبر لقيس وكبع لول كي انتو يدي كفرتي ومركا لول كي سيكون درصدي وجعل تلوك ذلك بين المسلمين هذا كان ماشي نحو دي المسلمين تدحدد نيكي سعيد بقى يدردر سعيد بقى يقاتل وتتحدث به ويكشي كينجت ثم رفعت أمرها إلى مروان بن حكم وإلى والي المدينة كذب بها دان أرنكا مركوها رشاه كأيو قريها وحن لغاشا يقوم بها هيدا كذب دعوة يسركتي مركا سيوح يكون دعوة يسي مروان بن حكم ومركا يسوه والي كأها المدينة المنورة نينك بمركا قضية وجود بسي فأرسل إليه مروان أناسا يكلمونه في ذلك كذب سعيد ضد الله صدري in laga hadlo arrinkaas war gabadha way kugu dhagan tahay xoolaha iska sii fa sa'aba al-amru ala saahib rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam sa'id markii daacwada uu maqlo runtii aad bay u dhibtay wiil yarawnani adlimuha wa kayfa adlimuha wa wuxuu imooda in aan dulmin oo say ku dhici karta in aan dulmin wa qad sami'tu rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaqul ana rasuulka dhagahay kaga maqlay man dhalama shibran min al-ard hal taako oo dhula qofkii qof ka qaata dulm kaga qaata tuwiqahu yawm alqiyamati min sab'i ardin yawm alqiyama tadaba ardi iyada ah ayaa samada maaragtay ayaa lagu duuduubi doona qorta lagu duuduubi doona nabiga sallallahu alayhi wasallam baa yiri qofkii qof muslima booskiisa hal taako inta in leeg qof boos aadan lahayn dhul aadan lahayn haddaad qaadatid yawm alqiyama sab'a ardin ardan tadaba aya ilaahay subxaanahu wa ta'aala saa kugu duuduubay qofkii saa lagu duuduubay oo u dhamaatay markaasuu hadlay Saciid arrinkii aad buu ugu cuslaaday in la yiraahdo daalin baa tahay wuxuu yiri allahumma in kana allahumma innaha qad za'amat anni dhalamtuha ilaahay gabadhan way soo dacwootay waxayna sheegatay inaan dulmiyay fa in kanat kaadiba hadday been sheegaysa soo ma
فأعمي بصرها إلى عندها كقاب أو إن دولة كدك وألقها في بئرها الذي تنازعني فيه عال كان يقوها يستطول لا ذهن أنا إسكال هنا كرد وأظهر من حقي نورا يبين للمسلمين أني لم أظلمها إلى هو حق الله مسلمين تأم وجسها حقي كان يستطول نورا مسلمين تأم وجي يعني عد يعني حق عد بيانا ضدك أم وجي إنا أني ظلمي ظلمي الله إيمان نين علوس بيذكر رأساتي هوين إذن وسعيد بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعشر المبشرين بالجنة روح يتروا إدعي روح يقدر الدري روح يرمى صورة قلبه أنو النبي إيه كجمق لي قفك هل تحك أولولا قاتاي إذا تضب الأرضين السبع الأرضين بالغدو الضوء ما صورة قلبه كدبوا هباروح إله دي بين شيء سين لها دم كسي عال كان إله ذا أنا إسكال هنا كرد حقا إله ذاك وعده لم يمض على ذلك غير قليل وحبك مسؤولين حتى سال العقيق بسيل لم يسل مثله قط تقل لكم عبد العقيق بروب بأن انتوي من آدي أدرون مهيجان بسقط لم بيصب القضاء فكشف عن الحد الذي كان يختلفان فيه روب يوحو السعودة وحاصوم مغضي إلا المحل يوحي عيدة يدكحانة يبورة يقشن لم بقاضي حتى يدحي يذئيه سعيد بن زيد إلا لبدا نقول بقى شكول لقنا صامة وحصابح مركة حتى سعيده لها يكي يضل هاي وظهر للمسلمين أن سعيدا كان صادقا مسلمين تمركة وحا أصام مقاتل سعيد بن زيد إنه رون شيء جاي أو لول كيدا إنه سنكف الدين ولم تلبث المرأة بعد ذلك وحا نسوق إنه مركة حوارك ما شو كدن بي هوين إذي حوك ما سوريين إلا شهرا بالكذب حتى عميت هلكا سيندها كويري وبين هي تطوف في أرضها تلك إذا لوك يساء كل حوريقي سنة سقطت في بئرها عالك وحريق ويري هل كألها كوريدو هل كيف يكون عادي قال عبد الله بن عمر هل يحيري فكنا ونحن غلمان إنه عياله نسمع الإنسان يقول الإنسان وحن مغل الجنة قف مك وقف وهباريو إنه كيرا أعماك الله كما عمل أروى إلهي إنها كان قال سيدة جبالنا إنه هو قال تاسل مغل الجنة ولا عجب في ذلك ما كان الله يامن فالرسول عليه الصلاة والسلام النبي يقول اتقوا دعوة المظلوم وفق الله الظلمي هبارك يسكيس كيلالي فإنه ليس بينها بين الله حجاب هبارك أس وقفك كان مظلومك وهبار تميو إلهي وحتى يضعون لحي مركا مالها فكيف إذا كان المظلوم سعيد بن زيد كورا هدي قفك مظلومك وسعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة المبشرون هدي لديهن المبشرين هدي وليك قردك شيء كاس المبشرين المبشرون هل مبشر وإلهي إله بشاري لكن مبشر وأظن كله بشاري أحد العشر المبشرين بالجنة هديها كور كان لغو بشاري الجنة ولكن مركة طبعا دعاء سعيد زيد إلهي مركة ميلو مري سعيد من زيد وحكومة تشتي إنه أهل الجنة النغضان وائم وقتا وحكى الله ما شاء الله يقع هذا درسي كان ضدك حوله هذا والنبات كليه الدنيا الدنيا قابا وي ما المو فرق وترس وي معنا أي سمين أي سمال هدول هذا أدوك الله إن قادتي يقولي هذا أدوك الله هين يقاري هذا أدوك الله هين در هذا أدوك الله هين حوال هذا أدوك الله هين واحد بني آدم ككأر ويسي حوالا وقالت روح بقى إنك قول لسي وحوال إنكو سمين إن الجاي وكور ذاتين معها إن حوالها بني آدم والله ترى وحن هو الدنيا مد الله بعد محايا لي أدوك حلقية بقى حوالا بما إن ضفك إنتهت كقادتي أنا قف إنه بحكي قادتين أما حوالي أدر درتين أسكسي حتيت أضو مرنا قصر كان إسكت دقن مرنا ديارة ده صارا من هوتيل كان دقن لكن نينك كان شيلنك وكان مقين هبينك وناس أسوسو ركرقية يا الله يقول لك يا الله إلهي سبحانه وتعالى وبرية ودعوينك مركب أن سمد أن لقي حرن يهبارك مركب أن يعني سمد أن لقي حرن سيد أي تهلا أقبله وقفك مظلومك أول حتى هدو قالي هدو أقول حتى هدو قال لي حوله سلام قادنك إلا حق الله وقاته مبين النبي صلى الله عليه وسلم المظلوم المسلم مدين ولا المظلوم الكافر المظلوم مظلوم وفكم مركم مظلوم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها بين الله حجاب فحكى الله قادنا ذاتك صالحين تأه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذير الإلهي كرامة أوسيي هدي الله يذكر رأتها السادة هذا أبار كوذي أنه خطر يهي قالها نين سحابي سحابي نين سهل مركع ماهي تولى طبعا خلط بيج الشيء غفر الله لنا ولها قالت كأيج سنة طبعا جوابته ما شاسي مركع هاي وهدي إن كانت مسلمة إلى هنا بالله التوفيق.